السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير، وتكونوا ان شاء الله في صحة ان شاء الله جيدة، وان شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا الوباء في اقرب وقت ممكن، والله يحمينا ويحميكم ويحفظنا اجمعين. اليوم ان شاء الله غنوجد واحد الفقس اللي هو ساهل بزاف 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 وتيجي لذيذ، جربوه غير ثقوا بيا، جربوه راه غيعجبكم بزاف. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو، عندنا هنايا 7 ديال البيضات، غادي نضيفو زلافة ديال الكوك عامرة للفوق، زلافة ما عامرش سنيدة، كاس ديال الزيت ما عامرش حتى للفوق، كاس الزبدة حتى هو كاع ما عامر، هانتوما كما كتشوفوا ماشي حتى للفوق عامر، المهم كاس ما عامرش. غنحتاجو 2 ديال القشرات ديال التشين او الليمون، غنحتاجو 2 خمارات حمر، وخنشة ديال الفاني، والفرص غادي نضيفو الخليط على حسب، نبقاو نضيفو الدقيق على حسب، عينيكم ميزانكم حتى يتجمع لنا. هنايا غادي نبدا نضيف المكونات ديالي، غادي نضيف ديك سنيده على البيض، وغادي نبدا نطربها، وغادي نضيفو داك السكر فاني حتى هو معاها، وغادي نبداو نطربوها اما بالطرب اليدوي، ونضيفو عفوا حتى داك القشره ديال التشين او الليمون، وغادي نبداو نخدموها. بغيتيو تخدموا بيديكم، كل واحد كيناسبو، اللي كيناسبو شي حاجه يديرها. المهم هنا غادي نبداو نخدموها مزيان حتى ينسجم داك الخليط كله. فتيقوا بيا هاد الفقاس كيجي خفيف بزاف ولذيذ، ما دغيا دغيا تيتسالى بقوة، ما هو لذيذ وهشيش زوين، سورتو دابا في رمضان اللي بغات بحال دابا ديرو تسحر بيه، ولا بحال دابا مور التراويح بغات تشربو مع كويس اتاي، كيجي غزال بزاف بزاف، جربوه راه ما غاديش تندمو. هنايا غادي نستمروا في التحريك، كما قلت لكم يمكن لكم تخدموا بيديكم، كل واحد يخدم باش ما على الطريقه اللي كتعجبو. انا هنايا كنخدمو، من بعد ما تخدم غادي نضيف داك الكاس ديال الزبده مع داك البيض اللي خدمناه سنيده، وغادي نضيف الكاس ديال الزيت حتى هو ومع التحريك. صافي غنبداو هكذا كنخلطو على دخول داك الزبده والزيت مع الخليط ديالنا حتى هو. ما تستعملوش الباتور ديال الضغيب، هذا ديال اليد اصلا، دغيا دغيا راه كتحرك، دغيا دغيا كينسجموا العناصر وكيدخلوا المكونات في بعضهم، ماشي زعما شي حاجه شي غيبدل منك شي مجهود اللي هو صعيب صعيب بزاف. هنايا غادي نبدا نضيف الكوك، الزلافه ديال الكوك، وغادي نخلطوا هاد المكونات كامله. صافي من بعد ما ينسجم لنا هاد الكوك ويتماسك مع بعضه، غادي نبداو نضيفوا الفورس، نبداو نضيفو شويه بشويه، وكيف ما قلت لكم الفورس غادي نديروه على حسب الخليط. هنايا ضفنا ديك الخماره 2 خمارات حمر، ونضيفو عليهم الفورس، من الاحسن خليو الخماره مع الفورس تضيفوها دائما، لا في الكيك ولا في الحلويات ولا دائما ديروا الخماره مع الفورس. هنا كيف ما قلت لكم الفورس ديالنا غادي نبداو نضيفوه تدريجيا، وغادي نبداو نخدموه. هنايا غادي نبداو نخدمو بيدينا، لان ما يمكنلكش تخدمو بالطراب اليدوي، لان غادي العجينه كلها غتقبض في داك الطراب. نبداو نخدموه بيدينا ونجمعو الفورس ديالنا. العجينه ماشي، راكم عارفين العجينه ديال الفقاس ما كتجيش ثقيله بزاف وما كتجيش خفيفه في نفس الوقت. صافي هكذا غادي نبداو نخلطوه ونضيفوه بالتدريج شويه بشويه، عينينا ميزاننا، ما حدنا حنا كنخلطوا وحنا تنشوفوا العجينه ديالنا واش تجمعات او لا لا، حتى كتجمع لنا وعاد داك الساعات كنبداو كنحربلوها، وهانتوما غتشوفوا الطريقه كيفاش. خلاص راه كلشي راه كيعرف الفقاص، هذه المهم طريقه زوينه وجديده. عفوا، كتجي ساهله واقتصاديه، ما فيهاش شي مكونات اللي هما صعابين ولا ساهلين. سمحوا لي. صافي هنا غنبدا نخلط، انا ضفت الفورس
وتاني كتكون الجودة ديال الدقيق مزيانة حتى هي كتساعد ان الكاطو كيجي زوين كيجي هشيش. ها انتوما كتشوفوها هي من بعد ما جمعناها، ما كتجيش خفيفة بزاف وما كتجيش ثقيلة وما كتجيش قاصحة على هذا الشكل هذا. صافي غادي نقطعوها طريفات طريفات بحال هكذا، وغادي نبداو نحربلوها بين ما نكونو طربنا صفر ديال البيضة مع معلقة صغيرة ديال الخل باش كندهنوها من الفوق بحال هكذا. كنبداو نحربلوهم، وانتوما اللي بغيتي ديروهم كبار ديروهم صغار اللي عجبكم. صافي هكا كيف ما كتشوفوا هنا دهناهم بالبيض وغادي ندخلوهم الفران، لان تيجي على هذا الشكل هذا تيقو بيه، تيجي لذيذ ورائع جدا وهشيش بزاف بزاف. بعد ما حربلناه ودرناه في الفران خرجناه ولويناه في الطرف ديال الثوب ودرنا فوق منه ميكا وخليناه بات ليله باش تيعرق وتيجينا ساهل في التقطاع ديالو. بيتناه ليله كامله وفي الصباح عاد قطعناه هكذا وعاد درناه في الفران تحمر على الجهات بجوج بيهم، فتيجي محمر وتيجي مقرمل وتيجي هشيش ولذيذ بزاف بزاف. فتنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم، وشكرا بزاف لمشاهده الفيديو، وان شاء الله الفيديو لاحق. تهلاو في راسكم ورمضان مبارك سعيد.